طيب الآن قبيل أيام قليلة معدودة في 9 من هذا الشهر بعد يومين الاحتفال بما يسمى بعيد النصر على النازية في موسكو. الإعلام الروسي الحديث في روسيا في موسكو أستاذ رامي بحسب متابعتك الآن يحضر لماذا لهذا اليوم؟ هل هناك تحضير لأمر ما؟ في الواقع ليست هناك تحضيرات كبيرة باستثناء الاستعراض العسكري الذي سيقام في موسكو. ومثلا كانت هناك شائعات بأن روسيا قد تنظم عرضا عسكريا في ماريوبل، ولكن مسؤول السياسة الداخلية بالكريملين سيرجي كيريينكا الذي زار ماريوبل نفى هذه الأنباء. هناك مثلا تصريحات صادرة من وزير الخارجية سيرجي لافروف بأنه لا يتم ربط تحقيق أهداف معينة بالتسع من مايو، فيمكن قراءة تصريحات لافروف على أنه يتم تهيئة الرأي العام الروسي لاستمرار أعمال القتال حتى بعد التسع من مايو. طيب